الآن أحكي لك حكاية أخرى اللي أنت وهي حكاية بتليق تكون في المسيرة معي. بصفوري بلدنا كنت أروح عند سيدي اللي خدم في الجيش التركي 3 سنوات. سيدي حكي لي حكاية عن اسطنبول، أنا أطمع يحكي لي إشي عن اسطنبول. اسمع سيدي، راح أحكي لك عن اسطنبول حكاية ما في أجمل منها، تتذكرها دائما. إحنا 15 دقيقة بعاد عن مركز اسطنبول، يجي الظهريات العدس فيه سوس، أنا معي 5 متليك، تعقف نفسي للسوس، أروح أقطع الشارع على المحل اللي ببيع الكتب، بعدين على المحل اللي ببيع الأواعي، بعدين على جنينة هاي العامة، ألاقي الزلمة هذا اللي حاطط طناجر البيضات المناح وفيهن هروس الخرفان البهارات الفلفلات اللي عليهن زعفران وعليهن كل شيء، يحط راس في رفين سخنات أخذهن، أقعد على هالكرسي اللي حطته البلدية، أكل الدفايات أحطهن بسلين الأرض. اسطنبول فيش منها بدنيا. بعدين مدة 3-4 سنوات قربت عليه، يا سيدي بدك تحكي الحكاية عن اسطنبول. أنا فكرت تحكي لي هيك حكاية فيها شباب ومغامرة، بنت طويلة عيونها خضر إشي. اسمع سيدي، أنا راح أحكي لك حكاية عن اسطنبول ما تنساها بزمانك. اسطنبول هي زهرة المدن، فيش مثلها في الدنيا، الأكل فيها فيش مثله في العالم. إحنا 15 دقيقة بعاد عن مركز المدينة، يجي ظهريات العدس فيه سوس، ما كلش معاي 5 متاليك، أقطع الشارع على بيع الكتب، على بيع الأواعي، ثم على الجنينة اللي فيها زلمة واقف على لابس أبيض وعنده طناجر مبيضات، يعطيني راس خروف مبهر وفلفل وعلى زعفران، أكله على كرسي البلدية وأروح. مرات الأيام ما يغير الحكاية. بعدين لما خرجنا من بلدتنا وذهبوا إلى لبنان وإحنا بقينا في الناصرة، صار الاجتياح الإسرائيلي وإلا سيدي مع تصليح، وجاي صورنا عجوز كبير قاعد استقبلنا كيفنا عليه وقربت عليه بعد ما التعارف وبعد البكاء وبعد التسليم. سيدي حكي لي حكاية على اسطنبول، هز راسه وطلعت في عينيه، النظرات الإنسان ما بتتغير، عينيه ما بتغير، كل إشي بتغير فيه بس هذا ما بتغير. قال سيدي بدي أحكي لك حكاية لا تنساها أبداً عن اسطنبول زهرة الدنيا. احنا كنا 15 دقيقة بعاد عن مركز المدينة، يجي الظهريات الاكل فيه سوس، انا معي 5 متاليك، اترك الاكل واروح على بيع كتب، اقطع على بيع اواعي، على حديقة لاقي زلمي هناك حاطط طناجر مبيضات وطل لي راس بهر وفلفل وعلي زعفران وجوز الطيب، اخذه بالخبز السخن واقعد اكله والبقايا ارميه في سلمه. اسمع سيدي، اسطنبول فيش منها في الدنيا، اسطنبول زهرة المدن.